تقوم العديد من المؤسسات والمشاريع باستخدام المؤثرين أو المشهورين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتسويق الخدمات والمنتجات. هل تدار هذه العملية بشكل صحيح؟ وما هي شروط نجاحها؟ لنرى ماذا تخبرنا به الأبحاث الأكاديمية. تم مؤخراً نشر بحث تناول التسويق من خلال المؤثرين باستخدام نموذج خاص لفحص فعالية الحملة التسويقية، وأيضاً أهمية العوامل المتعلقة بمرسل الرسالة أي المؤثر، ومتلقي الرسالة أي متابعي المؤثر، والرسالة نفسها أي المشاركات أو المحتوى. قام الباحثون بتحليل بيانات حوالي 6000 مؤثر على منصة تواصل اجتماعي مشهورة في الصين، واختاروا ما يقارب من 1250 حملة تسويقية لحوالي 800 علامة تجارية. أظهرت النتائج أن أصالة المؤثر وحجم المتابعين وإبراز الجهة الراعية يعزز من فعالية التسويق، بينما المشاركات التي تعلن عن إطلاق منتج أو خدمة جديدة فإنها تقللها. كذلك وجد الباحثون أن أعوامل أخرى طبعاً تؤثر على فرص نجاح اختيار المؤثر وإدارة المحتوى، مثل نشاط المؤثر وتناسب المتابعين مع العلامة التجارية واللغة الإيجابية التي يصاغ بها المحتوى وغير ذلك. وقد نصح البحث بتبني نهج متوازن يأخذ بالاعتبار مختلف هذه العوامل لتحقيق الفعالية المطلوبة. أعتقد أن هذا البحث مهم، لكنه حلل منصة التواصل الاجتماعي واحدة فقط. طبعاً نرغب في النظر إلى النتائج التي يمكن الحصول عليها بتحليل منصات مشهورة أخرى. كذلك كان من الممكن دراسة خصائص أخرى مهمة كاتساق المحتوى وشخصية المؤثر أو حتى الخصائص الديموغرافية للمتابعين واهتماماتهم.